بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم نازح من جرف الصخر في مخيمات البزيبز. البارح العوائل بالليل صارت عليها معاناة والله هواي، لأن البارحة مطر قوي وخيم عتم والله تعبانة بشكل. إحنا نريده من الحكومة العراقية ومن كل واحد خير، كل واحد طيب يجي يشوف فيها العوائل البارحة بالليل، والله بها عوائل غرقت. الأطفال بالليل قامت التصايح، المي طبعينا بالغرف. إحنا صارنا اليوم حوالي 10 سنوات قاعدين مخيمات البزيبز، احنا كم دوب نظل حد لا نعاني، ما خلنا مناشدات سوينا على الكاميرات طلعنا، يا دوب احنا نظل نسولف. احنا نريد حل، نريد حل للعوائل. احنا ما نريد، عمي انا واحد من الناس ما اريد، بس انتم قيسوا مع النساء، النساء هاي تعتبر بنواتكم اخوتكم، نريد شيء للنساء. النساء تعبت، والبارحه بالله قسما بالله العوائل ما نمت قاعده للصبح. كسر لحد الان جاتهم، لحد الان جاتهم طلع العوائل. العوائل اتخيم صار اليوم 10 سنوات هو قاعد بخيمه، والخيم تهرت. اللي نريد من الحكومه العراقيه ومن الناس الخير يتبرعون يجيبون عوائل، كوادر مشاهدات، اي شيء كان اي شيء كان يكون للعوائل. العوائل والله تعبت، والناس والله العظيم تبهذلت. والبارحه بالله قسما بالله قسما بالله عندي انا واحد من الناس، عندي غرفه اقسم لكم بالله العلي العظيم، روح اي كان يروح يشوفها بيها مي واقف للركبه. ليش؟ أنا مو عراقي، مو مواطن، إحنا ناشد الحكومة، وناشد أول كان يكون ناشد محافظة الأنبار. أريده يجي زيارة للمخيمات اللي بزيبز، أريد أول نقطة محافظة الأنبار، وأنا اللي حاشيك بالذات اسمي كنعان ثابت الكافي، أريد بالذات مخصصة محافظة الأنبار يجي زيارة للمخيمات اللي بزيبز ويشوف المعاناة بعينه، ويشوف العوائل بعينه، ويشوف النساء بعينه، ويشوف المعوقين بعينه. عندي معوق البارحة بالليل والله ما يقدر يقوم، ابتلى البرد. ليش؟ وين راحت؟ ما ظلت لا إنسانية، لا ظلت رحمة. ليش؟ يقولون قبل الشياب اللي يزود عنده لقمة يعطيه الرفيجة، هسه ما ظلت لا لقمة ولا ظلت مروة ولا ظلت محنة. ليش؟ احنا عراقيين ويد وحده، والحكومه شوف هاي الناس احنا قاعده تجي حقهم هسه محافظ المبار يوم يطلع زياره. احنا هلك ديرتك وطنك، ليش وين رحت؟ انا احنا مو من عندي، اقول مو من عندي، اشوف لغير دوله، اروح لغير مكان. ليش انا من عندك تجي زياره وتجيب غذائيه، تجيب صوبات، ناس كتلها البرد، معانات يا ناس يا عرب، الله معانات، معانات بالمخيم، مخيمات البزيبز. يقولوا احنا ما عندنا نازحين. ليش؟ ليش ما عندك نازحين؟ عشان احنا شنو؟ خلي يطلع يشوف، خيجي لا يقول ماكو نازحين، خيجي شوف هاي العوائل 3000 ومدري ايش قد عائله قاعده بمخيمات بزيبز. ناس ما عاد كتلها الضيم، كتلها الظلايم. يقول ما عندنا نازحين، ليش؟ عشان احنا منين؟ الا ما يقول لي انت مو عراقي، انا تبرع امشي لغير منطقه، غير دوله. وانا اللي اريده مخصصه نقطة، ايها نقطة دالة بس وحدة اريدها، والله هو موت يظل بقلبي، اريد بس محافظة المبار يجي زيارة للمخيمات بزيبز، بس اريدي هاي النقطة الوحدة لاريدها، بس يجي يشوف ايها المعاناة، والله لا يرضاها، لا يرضاها على عائلته، ويرضاها على كان اللي يكون. انا والله ما احكي، كل من حاط عائلته ببيته وقاعد ولا فراسه نايم وعايفين ايها هسه العوائل. احنا عندنا عوائل والله العظيم، والله والله ما اقدر اقول لكم بعد اكثر، والله ما تنام الليل البارحة. كهرباء ما عندنا، مولدات ما عندنا، نفط ماكو، العوائل ترجف. والله عندي قلاب ما شحن بالي اخذ طمام الشحن، شو شوفاني؟ كهرباء ماكو. كهرباء ما هي ما يهدنا كهرباء. واني اللي اريده هذا اللي عندي انا اللي حكيته وبعد ما اقدر احكي. احنا نازحين جرف الصخر، صار لنا اليوم 8 سنوات قاعدين بالمخيمات، حال الضيم حالنا، مأساة، بالصيف مأساة، حر، كهرباء ماكو، قاعدين بالشنك وقاعدين بالخيم، لا حد طلع علينا ولا حد اجى علينا ولا حد شافنا. زين بالشتاء ماكو لا سياسي، لا رئيس برلمان، لا محافظ الانبار، لا كائن من يكون اللي ركضنا وياهم وقدمنا ورحنا انتخبنا قبل الانتخابات يجي بالوفد مالته وبسياراته يفتر،
عن ناس وانت اخبوني وما لكم علاقة وعن نازحين وانتم اخوتي واهلي وعمامي وناسي واني راح ارجعكم المناطقكم الجرف الصخر وصار هاليوم 8 سنوات زين تنتخبه يفوز بالمنصب اللي هو يريده الله وكيلك اتحدى واحد من عندهم من محافظ الانبار الى رئيس البرلمان الى كائن من يكون محمد الحلبوسي اتحداه زين طب جرف الصخر او راح وشاف جرف الصخر او جيهنا على نازح وشاف معاناة النازحين زين مثل ما انت تريد من عندنا احنا هم نريد من عندك مثل ما احنا انتخبناك وصعدناك وفوزناك للمنصب اللي انت رتبه زين تعال اطلع النازحين شوف هاي المأساة شوف هاي الوضعية اللي يمرون بيها بالشتاء الله وكيلك قاعدين بالخيم الخيمة تحامي من البرد تحامي من الثلج تحامي من الامطار ما تحامي الخيمة زين اللي قاعدين بتشينكو يقدر يستر نفسه يحامي نفسه من البرد كل شي ماكو الله وكيلك لا كهرباء لا نفط لا اي شيء نهائيا كل شي ماكو خلاص يعني حال الضيم حالنا مأساة يعني شريد احكي اذا محافظ الانبار او رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقبلها على نفسه ويقبلها على عرضه ويقبلها على عائلته تقعد بهيك مكان اللي احنا قاعدين بيه احنا نقبلها او اذا يقول انت ماكو لا حد يجي يحكي لي بالوطنيات يقول لي والله انت ليش تحكي على الحكومه انا احكي على الحكومه من الضيم اذا يقول لي عمي انت مو تابعين لي واذا انت مو عراقيين الزم هاي جنسيه هاي جنسيه مارته اطلب لجوء اطلع الغير دوله الغير دوله اروح عمي ما اظل بالعراق انا شنو اللي مستفاد اللي محصله انا شنو خلي يطلع النازحين يشوف الوضعيه مالتهم يشوف حالتهم خلي يشوف الوضعيه اللي اصحاب الامراض المزمنه اللي عنده مرض مزمن امراض بالسرطان بهذا البرد شنو وضعيته اللي مرض بالسكر اللي بالضغط اللي كذا وكذا خلي يطلعون على هاي الناس يشوفونهم ما اللي يقبلها على نفسه احنا نقبلها 8 سنوات صار يعني حتى الله ما يرضى هاي الوضعيه وصور شوف هاي الخيم اللي وشوف هاي الاطفال وشوف هاي الوضعيه وهذا المطر فوق انا وقاعدين بتشنكو وقاعدين بالخيم الله وكيلك انا من الناس قاعد بتشنكو والله خيسان يعني حاشا السامع اذا تجيب حيوان مع احترامات تجيب حيوان تقعده بي والله ما يطول زين وقاعدين بي احنا والله التباية قرجنا مي والفرش كلها تبللت والجهال قام يخافون من المي والمطار ونريد مساعدة من أي إنسان يعني خيره والله إيش صار هو سألوا الطب يشوف الخيام من الداخل ولا هاي القرفة مال الخشب كلها الفرشنا كلها تنقعت هسه نريد نطلعها نشرشرها ماكو الجو بعد تعرف أنت مطر ومي وين نطلع إي والله شاع عليها هسه نار وحاطها وجعد عليها ونفط ماكو كل شيء ماكو أي مساعدة إنسانية من هاي الدولة والله شلون بيهم هاي كلهم الأطفال هاي تشوفهم يفترون وبرد ومطر والله ما نمنا ال 12 بالليل الجهال يخافون من المطر أنا عندي جهالي من يصير بيها هوا ما ينامون يقوم يخافون نطلب المساعدة من أي إنسان خير الخيمة من فوق نزلت علينا قامت تنقط تيد الطب هسه تشوفها وتصورها إي مو هاي الشوادر يبسانة شي من زمان هاي مو 9 سنوات هسه أنت أقعد ببيت 9 سنوات البيت هم يقوم ينقط مي والله مو خيمة والله ايش صار هاي ما نطلب غير الستر والعافية من رب العالمين طب المي وطب يعني الخيم هاي ما تحامي بس هاي حكومة تدور بس لنفسها عمي السلام عليكم بح بالليل مطر الدنيا علينا ونايم بالصبح للصبح بالمطر اقسم بالله العظيم طب المطر الخيمة وللصبح هاي جهالي بالخيمة بالمطر ولا خيمة لا مصبوب ولا شيء منتهيات هنا يعني نطالب من الناس الطيبة اللي عن تقدمنا شيء زين قرف شيء تبنانا مكان خيمة خيمة قامت مات يعني مات اي شيء تهالك الخيمة تهالك كنا مشي قياس وراحتي بالله العظيم اي والله بارد يعني من الباح العشاء للصبح احنا نتراجع في الصبح الخيم اي والله واسي واحد لهان مطر وخيم يعني بشغل لحل ذاته والله اي والله نطالب من الناس طيبة مسؤولين يجون يعني ينظرون بحالنا هنا يدهجوننا والله اطفالنا حل تعباني والله العظيم برد للصبح يعني لا هدوم لا شيء اي والله يعني شو سوف لك الناس العالم طيبة يجون هنا يدهجون يشوفون هالله بمروة يعني ما يصير هيش والله لا نفط ولا كل شيء ماكو
والله العظيم. والله وضعنا مأساة مأساة. هذا اليوم كله أنا واحد من الناس ما مثينه بلا أطفالي، خرج من غرق يعني. أريد كل شريف بالحكومة وغير الحكومة وناحية العامرية أو محافظة الأنبار وهو شريف ويقول أنا شريف، يجي بس يشوف حالة المهجرين. هسه ما طالبين شيء، عمي ما أريد منهم كل شيء، خلي يجيبون لنا شوادر، شادر بس الخيم. أنا عندي خيمة جعل بيها أطفالي، غرجت ليش الشادر قام يخور، صار عتيج. الريت شادر مال خيم من هاي الخيم اللي انطونا إياها، هاي يقولون روسية مش يسمونها، قبل 7 سنين انطونا إياها. عمي بس ينطونا شوادر، بيش هو ثمن الشادر ما يوصل ل50 ألف، يوفروا لنا شوادر. وهاي هاي اللي نريده من عندهم، ما رايدين لا يسوون لنا مجمعات ولا سكن ولا، خلي يوفروا لنا شوادر بس. بس هاي، وخلي يجون كل شريف يسمع الصوت، خلي يجي يشوف حالة هاي الأطفال اللي تبكي كل الليل التباشة ومجرمزة الجرمز. والله قسما بالله منها عالم مجرمزة. أنا واحد من الناس، عندي 13 طفل من فضل الله الحمد لله. والله الليل كله قاعدين، قاعدة هالعائلة 13 نفر، بين كبير بين صغير، قاعدة كلها قاعدة. خل على كل خير وشريف من شوخ العشاير الا ما تقول يعني، خلي يجي ويشوف مأساتنا. ما نقدر، ما يقدر يرجعوا لنا غير جرف الصخر، ما يقدر يرجعوا لنا. هو رئيس البرلمان، انا شفت اللقاء ماله، يقول خل كل واحد يجي يقول انا اقدر اطب، من الحكومه وغير الحكومه، يقول اقدر اجي واطب جرف الصخر. مو يعرف، يعرف هالشكل يعرف. انت يا رئيس البرلمان، يابا رئيس البرلمان يا محمد الحلبوسي، انت من تقول ما حيقدر يطب جرف الصخر، انظر للمخيمات، انظر هاي ابسط ماكو مطره شويه ساعتين، وتعال شوف حال هاي الاطفال والنساء. يعني هم احنا هم اخوتك، والله هم عراقيين، والله خدمنا هذا البلد من فضل الله، خدمنا اكثر من ما انت خدمت. بس خدمتي لهذا الشعب العراقي من ال74 والحد ال90 هو بقد عمره محمد الحلبوسي الجاي هسه. بس خدمتي، خدمت هذا البلد بقد عندي 13 نسمة كلها قاعدة البارحة وتبكي من القراق، قراق مطر، قراق مثل ما جاعد برا ويكب عليك. هم الجاعد برا أرحم ولازم له شمسية. أنت شوفه ملا، هو شريف وخير وغيره وكلها، وفيصل العيساوي وفالح العيساوي وشاكر العيساوي. أنت مهم يا أبا البارحة، أنت هم إحنا كنا يعني نعرف انت شنو اولياتك. شوفنا والله يعني الليل مالي منام من المطر، وجهالي تبللام وفرشنا تبللت وتبهذلنا. والله وشوفنا بالمطر البارحة اللي تبكي بحالنا، فرشنا كلها طلعناها، ملابس جهاننا، كتبهم مات المدارس تبللت، رحنا تبهذلنا بهذلة ماكو هش. والله والابن الخيرين اللي يساعدونا بخيمة بفريش، يعني بقول مساعدة مالية ينطونا، وتعرف انت باقي على رب العالمين. كهرباء ما عندنا، مي حار ماكو، خبزة جهات يسوي ما تقدر، يعني لو تشتعل كهرباء تخبز لك خبزه، لو ما قدرت تخبز جهالك خبز. وهلا تفضل هاي شوفوا الجهال اللي بالمدرسه واللي هالجهال الصغيرون اللي يرضع، وتعرف انت الجهال وقاعد بالمخيم شنو بهدل، يعني ايش ما تقول بهدل الحين.
خير صار بينا، احنا تبهدلنا والله، دمرنا دماره ماكو هيك. من هالمطر هذا اللي كنت يدق عليك المطر، يفوت عليك من الخيمه، واللي يفوت عليك من الباب مال الغرفه. والله تروح على الاطفال، هاي شنو ذنبها هاي؟ نرجع من هالحكومه، من هالناس الخيره يساعدونا بخيمه، يقول حاله ماديه من هاي مال تعرف انت، طيطينيه دوشك ماده ماليه ينطونا. اي والله طبعين المي، طبعين جوا بالقول الخيم، فرشنا راحت تبللت فرش جهان. والله هاي من الصبح ننشف وبعدنا نقول ما مكملين. كل ما تنطر هالشكل، كل ما تنقط لها نقطه هذا حالنا هالشكل، وحال المخيم وعلمك به. اطفالنا راحت، والله راحت اطفالنا تبهدلت، حتى ملابس ما طلعت انفسهم ذني اللابسين، كلها ملابسهم من البارحه بالليل تمطر الحفس، راحت تبللت ملابسهم وكتبهم اللي متبلله. والله نفط والله من له قطره، نفط ما عد، ماكو لا صوبه ولا كل شيء، قاعدين هنا ساكتين. هاي من العام هاي سنه ما نفط، ما حد انطان لا مال مساعدات ولا غير المساعدات، ما حد جاب لنا قطره النفط هين. وكرهبة ماكو، تقضي الباحليه بس تمس على القلوب مال جداحه، وهاي والله ماكو لا مولد عندنا ولا اقول كرهبة اكو ولا شيء، قاعدين في المخيم وساكتين، والمطر فوقان وهالبرد هذا. ما تقعد الصبح تسوي خبزه جهالك لا تم يقول متمرد. والله حيل حيل اللي معناتنا حيل عايشين اللي ما تفوت. اي هاي اطفالنا شوف شو شلون حالهم، مو بس نرجف والله يفطسون من البرد. شايف لك اربع نفرات بخمسه بطانيه، هسه حتى الادمي الكبير تحمل مو مثل الطفل. صار لنا 9 سنين بهاي السنة احنا هنا قياض شتية، مخيمات بالقياض حر يسلق بينا، وبشتية مطر وبرد، كهرباء ما عندنا، ماي ما يصلنا، الا تطفي الكهرباء ظل نهارا طافية، بحيث احنا ما يظل عندنا مي هنا، لا مي غسول ولا مي شرب، وكهرباء ما خبز ما قدر نخبز. شو وقت ما اشتعلت الكهرباء يلا نخبز ناكل خبز، ولا ما تشتعل الكهرباء ماكو مادة ما عندنا. أنا أشوفني هسه معوقة من رجلي وعيوني ما أشوف بيهن، والبارحة الليل كلي تاني ملتف بالبطانية وجاعد، والصبح من قعدت الصبح ملتف بالبطانية والفروة وجاعد بردة، لا أكو صوبة أشعلها ولا كهرباء، وظلم حالنا ما جرانا. كنا عايشين قبل منطقتنا، لا والله عايشين أحسن عيشة، نزرع وحلال وعايشين لا رواتب ولا كل شيء، هسه كل شيء ما عندنا بس رحمة الله هذا إحنا وجهنا، ونرجي من الخيرين والشريفين وال يساعدونا، هل يقدرون عليه فلوس، ملابس، قطايين غذائية، يهم يشوفون حال هالأطفال هاي اللي بالبرد والمطر يكسر بيهم. والله علاجي كان عندي فلوس أروح أجيب علاج، ضغط عندي ما عندي فلوس أظل جاعد، بس أنا مشي ما أقدر أمشي من هنا للغرفة هذيك، بعد ما أقدر أمشي أظل النهار كلية جاعد هالشكل، مو بس أثر عليه كسرني النوب هنا والله العظيم، لا عندي تروح للطبيب وجاعد وكارس. والله اطفالنا هذا هالشوف دينا شيء ما اقدر نوديه، اللي يصير حيل مو زين ما اقدر نوديه، وناخذهم هنا على داري لو ينطونا 5 حبابي مال راس وشيشه مال مشروب وحده، نجيب لهم اياه ما ينفعهم، شو اسوي يظل يعسون لما يطيبون هم لحالهم ما يكفيهم يقوموا. والله سيها يشوفها عندها اكياس على المعده، هي واختها الاخرى الصغار من عندها، وتنشلوا وما قدرنا نوديهم للدكتور، اصلا نهار الليل اللي يقضونه كله تجاعدين وقحون الا تصبح الدنيا من النشله، اكو اكثر من هذا ماكو. يعني هسه الحكومه هاي صار 9 سنين يعني ما يقولون، هل نشوف هالمخيمات ايش بيها ما بيها، يجون يزورونها
لا المحافظ مال الرمادي لا النواب مالته، واحنا قضانا العامريه يعني ما حد جعينا وعرفنا بكل شيء. ما يصير وقت انتخابات جمعيه تعلم ينتخبونا، نروح ننتخبهم غير من ننتخبهم يشويدونا بشيء. لو هذا الحبايب راس ما طيت من عندهم، عشان كذا على خيامات اللي احنا اشتريناها الشرايه والله من عندنا واللي جابتنا المنظمات. هاي صارت 9 سنين اسمها من بطونهن رايحات، ما ظل بين حاطينها، بقمنا نستوي بين بطانيات سقف بين وخبو، ما كل شيء ما حصلنا منه. خلف الله على المنظمات، لا والله يجيبوننا غذائيه، يجيبوننا خيام، جابوا لنا هذين اللوحات، بس هذا اللوح ما خلانا شو اسمه سيليكون حط طلاله وفوم حط طلاله، بس من يجي المطر يروح يحدر المي قبل. هاي البارحه الليل والنهار ينقطن عينه، ولما صار الهواء منا مي يحدر قاعد قبل بسط الغرف. من جي الهواء صارت عاصفه حال، حاطين يدينا على قلوبنا وجاعدين، ما دي بيسع ينسف الهواء من فوق، انا ونظل جاعدين عنا احنا وجانا. والله مناشدتي اني نازح وعندي طلاب 2 طبية وخط بنتي ابني الكبير المرحله الخامسه وبنتي 3 طبية اسنان، واعاني من عدم امتلاك الفلوس، يعني الخط مال بنتي 200 الشهر، واني نازح وما املك غير رحمه الله، وابني الشهر المصرف ماله 300,000 دينار، يا الله يروح لبغداد ويرجع جامعه بغداد كليه الطب، وبنتي باليرموك تداوم، وما عندي لا حول ولا قوه، عندي راتب 500 دينار ما يكفي مال اسبوع، ومصرف وطلاب، واناشد المسؤولين الاهل الرحم اهل الغيره يساعدوني، انا حيل متعذي اخذ من هذا كرتات ابيعها، من يجي الشهر اطلع مطلوب 2,500,000 اخذهن النوب زادا علي، هسه بطلب بال10 ملايين. فأرجو من أهل المسؤولين، أرجو من أهل الشيمة والغيرة يساعدوني، معني طلاب 2 وما أقدر قوة أمصلهم، ويعرفون هم اللي عندهم طلاب طبية إيش قد الصرف عليهم. المطر حاط مواعين اللي كله، انا ووالدي وقاعدين قعده هنا، وجينا من البوب والشبابيك راشوا الهواء، والكهرباء البارحه ما جت، واللي كله حاط مواعين وما نميت. هاي مشوف مكاننا، لا عندنا دوشك ولا مطانيه ولا قاعدين قعده، حالنا حال البرا، شلون البرا قاعدين قعده للصبيح وماك غير الله وانتم، ولا عندنا نفط نفط، يعني هاي الشهر 12 راح طب السنه الجديده، اذا كان نفط ما عندنا ولا عندنا بطانيات ولا عندنا عم يصعد ولا عم ينزل ولا رواتب وكلك الله، وجبت بالمسيبه بدي اروح اجيبها ما عندي كروه، مريته وجعان هسه بالفراش اللي بدي اروح اوديها للطبيب ما عندي، خارج يشوف والعالم تحسن علي، مي من الجامعه اللي بدي اروح اجيب دفعه في هاي العربانه، اني هنا هسه لا عندي راتب ولا عم اصعد ولا عم انزل، وهاي هاي سمريت وجعت ودي الطبيب ما عندي، والمنظمات تجي ينطون وين ابو الراتب ابو السياره الحلال الشبعانين ينطونهم، واقول لهم يابا هاي دهتم على بيتي واجي، ويجون يسجلون وسجلوا لي سقف للغرف ذن 2، وسجلوا لي وقالوا لي باكر جي المغاوي، قال باكر الا امر الله يجيك السقف، ورا 4 ايام جام جي واحد وياه قال ها احنا مالك سقوف، احنا متوهنين مالك سقوف، يابا لا تشيلي انطوني هو حمام هو تواليت ما انطوني اياه، وكل شيء ما انطوني ماكو، هاي الشبابي شايب وشوتم اياه، ثم بس انطوني باب هذا برا. والله من مطاط الدنيا البارحه ماني من هذا السقف قام يخر علينا، شبابيشنا مكسره وحالتنا حيل يعني تعبانه، وانا والله ما اقدر هسه اسولف وياك، عندي تليف رئوي قوه امشي وما عندي يعني شيء اروح اعالج روحي، والله ما عندي فلوس، والله هذا علاج مال تليف هسه على علاج عايشه، اذا اروح لنا 10 مترات الا واحد يقولني ما اقدر امشي اقع،
والله دمرنا ذي بين المطر البارحة ما نمنا والله العظيم ما نمنا تنقعنا من كثر المطر اللي من الشباب يشوف من فوق السقف يخاف عينه عاشوا الجدرية حاطينها من المطر نوقط من البارحة اليوم تنترس وكبها وردنا وتنترس. شلون صار وضعنا؟ والله تبهذلنا ونايمين للعشاء للصبح بالمطار ولا حكومة صد علينا لا مسؤولين لا أبد. وهاي شوف الأطفال هسرة شوفها ما أتوقع أشوفهم يعني تفتوا بحالهم ضيم وظلايم أقسم لك بالله غرقانين غراق بهذلة وضيم عيشنا على عيش هاي. يعني مسألة تعبنا إلى أبعد الحدود 10 سنوات وحكومة ما صد علينا. ها شون هسا كاتنا البرد احنا سوا كمين يعني 5 دقائق كتنا البرد كتن يا مطر يا مطر يا مطر يعني نغرف بالإسطالة مو زين نطرنا عندنا إسطالة ونغرف وندب نغرف بالندب بهالمطر وما ملحق علينا أقسم لك بالله. اي والله اطفال اقسم بالله عندي انا عندي سبعة اطفال عندي وبهدلة وهسه والله العظيم اقسم لك بالله نقول شو نسوي بهالحاله هاي شو نسوي بهالطريقه هاي شو نسوي لا حكومه صد علينا لا رئيس وزراء صد علينا.